الله يحفظك. مرحبا. يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا سهلا بك. كيف حالك؟ اهلا بالشيخ الكابتن الطيار المؤرخ. لا واحده بس. حياكم الله شيخنا الدكتور محمد موسى الشريف المشرف العام على موقع التاريخ. الله يجزيك خير. مرحبا تاج راسه. الله يجزيك خير. حياكم الله شيخنا. أهلا وسهلا. الله يسلم. الله الطعام. أموركم طيبة. الحمد لله. كيفكم؟ إن شاء الله طيبون. الحمد لله. الله يسلم. نعم. الحمد لله. كنا نتحدث دكتور يعني قبل قليل عن الأسرة وعلاقتها بالذين ينتظرون الحجاج والحجاج الذين ينتظرون عودتهم إلى بلادهم. فأقول إذا يعني هؤلاء الحجاج عادوا من الحج وهم يشعرون بهذا التغير الذي ينبغي أن يتحرك من التغير فقط في ميزان الحسنات والسيئات إلى التغير في الأخلاق، التغير في العادات، التغير في التعامل مع الآخرين، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله. الله خيركم لأهله. فإذا كنت تعاملت مع الناس هنا بقدر استطاعتك بلا يعني سباب ولا فسوق ولا في ولا يعني ولا جدال حتى ولا جدال، يا ليت هذه الأخلاق العالية تربيت عليها هنا وتدربت عليها. أخلاق وأخلاق الرجل تعرف في بيته وفي بيئة عمله، هم أكثر الناس احتكاكا به، فتظهر كل الأخلاق الزينة والشين. أي نعم. الجانب الآخر أحدث الأسرة، وأتوقع الأسرة اللي تشوفنا أكثر من الحجاج الآن. نعم. أقول للأسرة، أقول لها يعني هؤلاء العائدون ترى يستحقون أن تحتفوا بهم. جميل يعني هذا اليوم نحتفي بهم بعشاء بغداء على قدر المستطاع، حتى باحتفال يكون جميل بهدية تقدم للحاج إذا أقبل يعني على أهله، لإظهار التشوق أن احنا كنا مشتاقين لك، ممكن عن طريق الرسائل وهو متحرك. ترى إنسان يعني بعض الأبناء وبعض يكونون فيهم نوع من الجفاف، أبوه متحرك ولا يسأل إلين يجي وصل البيت. لكن جميل أبوي وركبت الطيارة، ترى احنا في انتظاركم في المطار. من العادات الجميلة في الأحساء، وهذا متوقع كل سنة نعود نشاهد هذا المشهد، نعود والنساء والأطفال لوحدهم والرجال أمامنا، وأول ما ندخل الزغاريد ترتفع. الله. والورود والمشموم الحساوي اللي هو الريحان يعني ينثر على الحجاج إذا أقبلوا. مدير المطار جزاه الله خير يعني السنايف الغامدي يكون على رأس المستقبلين، ويأتي بالتمر الأحسائي والقهوة الحساوية قبل ما يدخلون حتى يأخذون العفش. حقيقة استقبال وكل هذا تجنبه باللهجة الحسوية. وكذلك يستقبلونكم باللهجة الحسوية الجميلة. باللهجة الحسوية. الله يسلمك. عاد أنا مثلكم في شوق اللي أسمع أستاذنا. حياكم الله دكتورة. الله يحفظكم ويجزيكم بالخير. 10 دقائق. باقي 10 دقائق؟ أي لأن تأخروني في البداية. قال 9:30. لا إله إلا الله. بعدين 10. الله يجزيكم. ايه بعدين شوف متى بدينا. الله يرضى عليك. سامحوني عندي موعد. الله يرضى عليك. قليل منك يعينني ومثل ما قليلك لا يقال له قليل. الله يرفع قدركم ويجزيكم خير. الله يحفظكم. كنا يا شيخ وانت ايضا ممن حلق طويلا في كتب التاريخ واخرجت لنا نسخة الفضلاء سيرنا من النبلاء والمختار الموصول من اعلام القرون. كنا نتكلم عن دور العلماء واثرهم يعني في الامه وكيف نربي ابنائنا على الاحتفاء بالعلماء. فلو عرشت بنا على شيئا من السير الجميله في كيف يعني نعزز هذه المعاني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. ارحب بسعاده اخي الدكتور، زمان ما رايته. اخي الدكتور عمار قريب الشيخ. الله يرفع قدرك شيخ. والاخوه الباقين جزاهم الله خيرا. اهلا بالشيخ. يعني هو ذكرني بس في مساله الاستقبال. نعم. ان هذا هو الاصل كان في العالم الاسلامي. ان الحجاج اذا حجوا فعادوا تم احتفال كبير وعزائم وولائم، وفي الوقت نفسه اشار الى قضيه وهي قضيه التغيير. ان الحاج زمان في مصر على سبيل المثال ان الانسان اذا قيل اصلي فانه يقول اذا ذهبت الى الحجاز. هو صادق ومخطئ، اما كونه مخطئا ما يجوز التأخير، اما كونه صادقا فهو اكيد اذا عاد من الحجاز يعود وقد اضيف عليه لقب الحاج ويكون فعلا متغيرا، يبتعد عن الحرام، يبتعد عن كل ما كان يصنع من سوء، اخلاقه تحسن، تعامله مع الناس يحسن. وهذا معروف ومعلوم ان حال اكثر الحجاج الذين كانوا يعودون الى بلادهم. وهذا يعني الأس
المقصد من الحج التغيير، أن نرجع فعلا أناسا متغيرين، وهذا إذا حصل يتغير وجه التاريخ. المشكلة أن أكثر المسلمين لا يكاد يستفيد من العبادات، لا تترك أثرها عليه، فيصلي ولا تترك الصلاة أثرا عليه، ويصوم ولا يترك الصيام أثرا عليه، ويحج وأيضا لا يترك الحج أثرا عليه. فالكلام الذي قاله في غاية من الأهمية، كيف يتغير المرء إذا عاد من حجه؟ هذا بداية. نعم. طيب، ربما شيخنا احنا يعني بنحاول نركز انه اكثر من يشاهدنا هم من غير الحجاج، فنريد يعني فعلا ان ننقل لهم ايضا حتى من لم يحجوا ايضا كيف يكون، او يعني ما مضى من العشر الاول من ذي الحجة ومن صيام يوم عرفة ايضا مدرسة لهم التغيير، حتى نريد ان نوسع الحديث يشمل الحاج وغير الحاج، كيف ينطلق يعني بعد هذا الموسم. طبعا يعني الأمة الإسلامية تحاط بما تعلمون، وأعداؤها الآن صار يحيطون بأحاطة السوار بالمعصم. نحن نعلم يقينا وعقيدة أننا منصورون إن شاء الله، وأن هذه الأمة سيمكن لها في الأرض، وأنها ستنتشر في الأرض، إن هذا الدين سيبلغ ما بلغ الليل والنهار، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. هذه عقيدة ويقين، لكن نحن الآن في طور التمحيص والابتلاء، ثم يعقبه طور التمكين. نحن نعيش في طور الابتلاء الآن، فلذلك في هذا الطور وأعداء الإسلام يكيدون له ويتآمرون ويحيطون به إحاطة معلومة نراها في كل وسائل الإعلام. هذا الدين الآن يفتقر إلى رجال يحملون همه. كيف يحمل هم هذا الدين؟ بالتغيير، أن يغير من نفسه، يغير من حاله وشأنه، حاجة وغير حاجة، سواء كان حاجة أو غير حاجة، يغير يحمل في نفسه هم هذا الدين، يقدر أنه رجل هذا الدين. الله. كان هناك عالم إمام كبير من أئمة السلف، نعم، جاء إلى الحج، خرج من بغداد يريد الحج قبل 1200 سنة وسنة، يعني سنة 34 و200، صاحب الإمام أحمد تلميذ الإمام الشافعي، إمام أئمة الجرح والتعديل، وهو يحيى بن معين عليه رحمة الله، خرج من بغداد يريد الحج، وصل إلى المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصابته الحمى، مرض، توفي. أخرجوا له بنو هاشم لقدره الرفيع، أخرجوا له سرير النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، وضعوا عليه تبركا، نقلوه إلى البقيع، دفنوه. ماشي. الله. كان له مقولة قالها، أنا أتعجب كيف قالها، في سياقها التاريخي، في مكانها وزمانها، فعلا عجيب المقولة. ما هي؟ قال: والسلف متوافرون، والرجال العظماء أكثر من أن يحصوا، في زمانه، في زمانه، القرن الثالث خير قرون قرني، ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه. قال: يا لهذا الدين، يعني رفعة وسموقا وجلالة وعظمة وروعة إلى آخره، يا لهذا الدين لو أن له رجالا. يا الله أكبر. هذه قيلة العبارة التي تنتشر من القرن الثالث قبل 1200 سنة، هو صاحبها في القرون المفضلة، ووالد كتب جرح والتعديل. نعم. فماذا نقول نحن بعد 1200 سنة؟ المقولة نفسها، يا لهذا الدين لو أن له رجالا يحملون همه. لذلك على الحاج وغير الحاج أن يفكر، يسأل نفسه السؤال المهم: هل أنا رجل هذا الدين؟ هل أنا أفكر في هذا الدين العظيم؟ هل أنا أفكر كيفية نصرته؟ هل أنا أفكر في وصرخات المسلمين تتناهى إلى أذني؟ هل أنا فعلا أفكر في كيفية إنقاذ هذه الأمة؟ شيخ، أنه ما عنده غير الدعاء والبذل المالي، هل فقط هذا هو ما يستطيع أن يقوم به؟ أنا أسألك سؤالا، لو أن عندك ولدا صغيرا مدللا، نعم، وفي ليلة مطيرة شاتية شديدة البرد شديدة الإظلام شديدة الرياح مرض هذا الولد، صلته ما حتى كاد يموت بين يديك، ماذا ستفعل؟ ستهتم أن تقول والله ما يعني تسأل إيش أسوي وما بيدي، أو ستقفز كالمجنون في الظلام والرياح والمطر لتنقذ ابنك، ودين الله أغلى من ابنك. الله بلى. فلذلك أنا لا أسأل كيف، أنا الذي أصنع كيف، أنا الذي أصنع متى هذه، توفيق الله لي، وأتحرك نصر الدين الله وأتحرك، ووعد الله سبحانه وتعالى من كان كذلك أنه سيبين له ماذا يصنع. والذين جاهدوا فينا نهدينا صبرا. شيخنا
أيضا هناك يعني من يستصغر في نفسه أنه لن يخدم الدين، يعني ربما إن لم تكن يعني كما يقال إن لم تزد شيئا على هذه الدنيا كنت زائدا أنت عليها، فبأقل الجهد تستطيع أن تخدم الدين بقدر ما أعطاك الله من قوة ومن جهد ومن وقت، يعني خاصة لمن لهم يعني لمن هم في البيوت مثلا يقول أنا ربما لا أملك علم حتى أنشره بين الناس، لا أستطيع التكلم والخطابة، فما هو أقل الجهد الذي ينصر به الإسلام؟ يا إخوة يا أخوات، يعني مسألة العلم الشرعي هذه مسألة نسبية، الإنسان لو علم فروض الأعيان التي تنبغي عليه وعلم فروض الكفايات وعرف كيف يصلي كيف يزكي إذا كان عنده مال، إذا ما عنده مال مو شرط يعرف الزكاة وكيف يزكي، يعرف كيف يحج إذا عنده استطاعة، إذا ما عنده استطاعة مو شرط يعرف كيف يحج، والصيام وعرف فروض الدين، خلاص هذا المطلوب ينطلق بعد ذلك يدعو. الصحابة كثير من الصحابة ماتوا بعد أن نصروا الدين ورفع راية الإسلام، وكثير من شرائع الإسلام لم تستقر بعد. أطفال المسلمين يعرفون من المدارس ما لم يعرفوا بعض الصحابة، لكنهم ملكوا الإيمان واليقين وانتشروا في الأرض وعملوا ما يشبه المستحيل في دنيا الناس. اليوم توفي في هذه السنة الطبيب عبد الرحمن السمير، ما توفي إلا وهذه عندي على الأقل وعند كثير من العقلاء إلا وقد غير تاريخ إفريقيا، وهو طبيب ما سأل كيف، هو صنع كيف، هذه ذهب بنفسه وغير تاريخ إفريقيا، أسلم على يديه ملايين البشر، بنى 5000 مسجد، حفر 7000 بئر، كفل 15000 يتيم، منهم رؤساء دول، منهم رئيس دولة، دولة ما تصنع مثل صنع السميد، دولة ما عندها إمكانية السميد، فهذا رجل طبيب واستمرت بهذا ونقل هذا الى الشيخ عبد الرحمن، يقول ما عادت لجنه مسلمي افريقيا محتاجه لعبد الرحمن السميد، الله ما شاء الله، ونقل هذا الخير ليستمر من بعده حتى ابنائه وحتى من معه، فكل مسلم كل مسلم يستطيع ان يعمل مثل السميد. انا قابلت رجلا لبنانيا هنا بين جمرتين قبل 3 سنوات وانا ارمي، رجل اشيب منتصف الستينات اقرب الى 70 منه الى 60، سلم علي يا مرحبا يا هلا وسهلا، قال تعرفوني؟ لا والله، قال جئتنا في هامبورغ في ألمانيا قبل 7 سنوات، قلت أصلحك الله قبل 7 أيام ما أدري إيش صار 7 سنوات، قال لا تدري لأنك جئتنا في موقف سيارات المحاضرة، فتذكرت فعلا فرغوا سيارات من موقف تحت الأرض وعملنا محاضرة، فيعني ربط. قال جئت تكلمت عن السميت، قلت نعم، قال أنا بعد المحاضرة قررت أن أعمل مثل السميت. الله أنا يا سلام، قلت والله طيب، قال تعرف كم أسلم على يدي؟ قلت هناك، قال 3000 شخص، الله ما شاء الله، ولو رأيته ما تظن أنه هذا يعني ما شاء الله عنده هذا الخير وكذا، فنقصد أنه كل إنسان يستطيع أن يعمل شيء لهذا الدين، الشيء اللي يقتنب لكن يتخذ القرار، اتخاذ القرار بالتغيير، اتخاذ القرار بنصرة هذا الدين هو هذا الذي ينقصنا، وكل لا ينقصنا علم، لا ينقصنا معرفة، لا ينقصنا إدراك شبهات والمكائد والتآمرات التي تقوم ضدنا، ينقصنا فقط اتخاذ القرار، وسيتغير وجه الأرض صدقني. الله أكبر، هات يا إبراهيم. أنا أشوف أول شيء التوفيق بيد الله سبحانه، هذا رقم واحد. صحيح. الشيء الثاني إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نعم. الأحداث اللي قاعد تصير هذه ترى ممكن بذنوبنا، يعني الشيء اللي قاعد تصير يعني إحنا لو غيرنا حالنا بتغير حال الأمة إن شاء الله بإذن الله، وهذا بإذن باب الفأل يعني. الشيء الثالث اللي هو اللي بتكلم عليه يعني الهمة لا تعرف عمر. صحيح. هذه اللي بقى. الهمة صحيح. لا تعرف عمر. جزاك الله خير. أحسنت. وهذا الرجل كان صاحب همة ما شاء الله. نحسبه كذلك والله حسيب ونزكي الله أحدا. همة عالية بشكل يعني مزعج. مزعج فعلا يعني. مزعج له ولا لمن حوله؟ لا لي لنا طبعا. الله. مزعجنا يقلق إزعاج يعني الإقلاق. هي الاضطراب. لأن فعلا تسمع. تقول يعني أين أنا وأين هو. بالمناسبة يا شيخ خالد يعني أنا. من صحيت على الدنيا على ما يقولوا، يمكن الشيخ الآن ما يعرف أنا مين، لكني أنا من صحيت على الدنيا وأشوف الشيخ عند الوالد في البيت، يجي بعد رحلات دولية طويلة ويجي إلى مكة. من والدك؟ محمد سيد الحبيب الشنقيطي. محمد بن سيد الحبيب الشنقيطي. أيوة الله. أنا صحيت على الدنيا هو يجي البيت أسبوعيا. كان الوالد والله يثني على الشيخ كثيرا في علو همته وحرصه
كان يدق عليه من دول خارجية من ألمانيا يقول يا شيخ أنا حجي وحأوصل في اليوم الفلاني وحجي، فالواحد يقول له يا ابني تعال بالسلامة هو خير تجي للبيت ما شاء الله. فشهدت على هذا حقيقة، نسأل الله عز وجل أن يحفظك يا شيخ. له كتب في الهمة العالية أيضا. نعم الله يجزيه خير. وعنده شريط محاضرة تحولت بعد ذلك إلى كتيب اسمه أثر المرء في دنياه. الله يجزيه حقيقة الله يجزيه بالخير من الخير العظيم. نسأل الله أن يكون باقي أصحاب كلام هذه مصيبة. الله يرفع قدره. الله يوفقك يا شيخ. الله يرفع قدره. نقول أن الكلمة أيضا مهمة، فالله قال ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة. الله. فالكلمة مهمة ولا بد أن تقال و... إن شاء الله. وهي خلاص. سبحان الله مثل البذرة، يعني قد يضع الإنسان مجموعة بذور ولا يستطيع أن يسقيها هو، فيأتي المطر ويسقيها وتنبت. هو كيف يا دكتور خالد يعني أيضا نغرس في الأبناء ومن حولنا أن يحملوا هذا الهم. أنا أذكر موقف بالأول، أمس قابلت الدكتور شيخنا الشيخ محمد الحسن الددو، فكان الناس يأتون ويسلمون عليه ويقولوا شيخ ادعوا لنا، فيقول وأنتم يحملهم المسؤولية وأنتم أيضا ادعوا للمسلمين وابذلوا للمسلمين، ترون ما يحل الآن بالمسلمين. كان يحملهم الأمانة والمسؤولية ويذكرهم يعني ويستغل هذه الفرصة. فعلا اليوم ما يمر بالمسلمين، كيف نربي أبناءنا ومن حولنا على أن تكون لديهم هذه الهمة وهذه الرغبة التي ذكرها الدكتور محمد موسى؟ والحديث يعني ذو شجون نشتري والله نودي الشيخ نستفيد منه حتى يأتي وعد هذه، لأنه يعني أخذ ما جسد في الأبناء والبنات والأسرة لا يفتى ومالك بمدينة. أجيب أمثلة رجعت إلى كتبي كفى. لا استغفر الله استغفر الله. يعني هو بإجازة عشان أبغى أمشي زي ما قلت لك، يعني بإجازة شديد. الله يرفع قدرك. القدوة الله مهما تكن أنت، فابنك أو ابنتك سينظران إليك قبل أن يسمع كلامك. ماذا تقول وكيف تقول هذا الكلام؟ ما الذي أنت منه متحقق من ذلك الكلام؟ ويعني هذا أكيد. فإن خاف الولد أن يفصح خوفا منه، لكنه يستقر في قلبي وعقلي أن والده يخالف ما يقول، وهذه مشكلة كبرى. ثانيا وهذا مهم، أنا مطلوب مني شرعا أن أقيم البيت على شريعة الإسلام، ليس مطلوبا مني شرعا أن أدخل الهداية إلى أبنائي وبناتي وزوجي. هذه ليس مقدوري. نعم. هذه بيد الله، هداية التوفيق. هداية. أنا عندي شيء اسمه هداية إرشاد، أبين لهم يا أبنائي يا بناتي كذا، أربيهم وأحاول معهم مرة مرتين وثلاثة. نوح عليه الصلاة والسلام في بيته زوجه كافر وابنه كافر، إيش أكثر من هذا الابتلاء؟ ما استطاع، وهو شيخ من شيوخ الأنبياء الكبار، ما استطاع يعمل معهما شيء. طيب؟ لكن أقيم بيتي على شعيرة وشريعة الإسلام، من أبى فليأبى ومن رضي فله الرضا. الله مع اتخاذ كل الوسائل طبعا تكلمنا فيها، الله سبحانه وتعالى تكفل أن يرضي أبنائي وبناتي وزوجي عني ولو غضبوا مني في البداية. والدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه، ومن التمس والعياذ بالله سخط الله برضا الناس سخط الله عليه واسخط عليه اسخط عليه. فأنا ألزم نسائي من زوج وبنات بالحجاب، وألزم عليكم السلام يا مرحبا على سهل طيب. وألزم أولادي جميعا بالصلاة، وأحاول أن أحبب كل هذا إليهم وأنطلق معهم في المسيرة، وأنظف بيتي وأقيمه على شريعة الإسلام. إن صنعت ذلك فأنا الموفق السعيد، وإن لم أصنع ذلك فأنا مسؤول. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم علق في رقبتي أنا، لم يعلق برقبة زوجي ولا رقبة ولدي، قال والرجل في بيتي راعي ومسؤول مسؤول عن رعيته. فلذلك هذه قضية كيف نربي الأبناء والبنات. الله يعينه حقيقة، يعني أنا يعني أغبطه وأيضا أتوجع له، لأننا نحن في مرحلة الآن حرجة. في غاية من الصعوبة مثل تربية الأبناء والبنات، في غاية من الصعوبة، الموجهات كثيرة. ولو أن ألف بان خلفه هادم نكفى، فكيف ببان خلفه ألف هادم. فيعني أمر صعب، لكن الإنسان يتوكل على الله ويبذل ما عنده ويدعي الأمر كله لله سبحانه وتعالى، وليس هناك شيء مستحيل، يعني كلها ممكنة. والحمد لله الشواهد برضو موجودة على أنه يمكن يعني بناء الجيل بناء إيمانيا قويا يحمل مناعة ويحمل صبر. يعني ينبغي يعني أستاذنا كناصر بس تفضل نبي نسمع من الدكتور خالد عشان اللي يقولوا لي انتهى الوقت وبعدين نتورط. دكتور خالد
كلمتين وناخذ الدرع و... كلمتين يا شيخ ناخذ من الدكتور خالد الله يذكره اذا نسى الله يحفظه ايضا اضافه تنقذوني يا شيخ ما اعرف اتكلم معنا لا شك ان يعني الامكانيه وارده مثل ما قال والخطوره موجوده مثل ما قال الشيخ لكن عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان يقول الادب من الاباء والهدايه من الله الله المطلوب منا ان يكون هناك اهداف لكل ولد في البيت ذكر ولا انثى واسعى معه اولا اضع الهدف معه وليس اضع الهدف له فاذا وضعت الهدف معه شاركته اسعى نعم هو سيشارك ايضا وسيتحمس هو في نفس الوقت اكون سخيا جدا يعني لا يمكن ان اقول والله انا ودي ولدي يكون عالما فلما يصير في مثلا نفترض دوره تدريبيه في مدينة أخرى وتحتاج إلى مال والله ما أستطيع أريد ولدي يكون طبيبا ولما يقول لي أنا أبغى أدخل أتعلم في معهد لغة لا والله هذا كثير مبلغ وأنا أستطيع أبذل الأسباب أبذل الأسباب هذا ناحية الناحية الأخرى يعني إذا نضع الأهداف ثم نسعى مع الأبناء للوصول إليها لو حصل أن أحد الأبناء أو بعض الأبناء حصل منه ضلال أو عدم رغبة في الهدى أو غير ذلك يجب علي أن أستمر في دعوته إلى آخر لحظة والمثالان دائما يذكران مثال نوح وابنه ومثال الرسول صلى الله عليه وسلم مع عمه وكلاهما بقي يدعوان حتى آخر دون يأس يعني بقي نوح يدعو ابنه وهو بين الجبال وهو يقول يا بني اركب معنا ولا تكن معك ومع ذلك إلى أن مات إلى أن غرق وبقي الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو عمه وهو يقول قل لا إله إلا الله حتى خرجت روحه من جسده فنقول لكل أب لا تيأس فلا تدري متى تشرق الهداية على قلب هذا الولد ثم أيضا أمر آخر وهو قضية الصحبة من المهم جدا أن أضع ولدي في صحبة طيبة وإذا كان هناك صاحب سيء أو فاسد دخل على الولد هذا دائما أقول لا يمكن تأجيل هذه القضية ولو ليوم واحد لأن الصاحب هو هذا الهادم الذي يتكلم عن الواحد الذي يذكره أستاذنا خلفه ألف هادم لو خلفه ألف بان يعني خلنا بنيت وبنيت تعبت يأتي هذا الشخص يمكن أن يهدم كل تربيتي ممكن لأن دواعي الشهوة والرغبة والمتعة موجودة داخل الولد خاصة في مرحلة المراهقة وأنت تريده إلى عزائم الأمور وهذاك يأتي به إلى شهوات النفس ورغباتها ورغائبها في النهاية أقول أن هناك أيضا يجب أن يكون هناك إحياء للقدوات الذين من حوله فأنا ممكن أقول لأن الإمام أحمد الإمام بن تيمية بيقولوا الإمام أحمد أنا أريد في زماننا أي في زماننا الحمد لله في زماننا قدوات كثر من فضل الله عز وجل ويجب أن نقربهم إليه إلى يعني إلى شبابنا وقد قمت بهذا فعلا يعني مع بعض الأبناء أعطيته موسوعات جديدة التي فيها أسماء وبعض الكتب ليقرأ هؤلاء الأعلام الذين يعيش معهم الآن موجودون بين يديه وأيضا إضافة إلى ذلك زيارة هؤلاء العلماء أو استزارتهم جميل أن يكون البيت أيضا محل لزيارة العلماء وهذا أمر سهل يعني حينما آتي وأقرأ إعلان في المسجد أن الدكتور الفلاني أو العالم الفلاني سوف يحضر إلى هذه البلد لماذا لا أدعوه عندي في بيتي وأقدره وأوقره ولدي يشاهد هذا الأمر أقربه من أهل العلم لعل الله عز وجل أن يفتح عليه ويفتح عليه الله يزيك الله خير أقول لك متخصص وأحرجت الله يكرم الله يعني متخصص يعني أحدكم يعني سويت لك نقطة مرة مهمة في قضية يعني عرض السيرة الحاضرة وأنتم مشيخ يعني في التاريخ لكم صراحة مشروع رائد ورائع حتى في عرض سيرة العلماء المعاصرين الذي نحن بحاجة وحلقتم في العالم الإسلامي كذلك من علماء العالم الإسلامي فبالفعل نحن نريد أن نقرب التاريخ حتى نكون يعني أقرب منه ونحتاج صياغة يستوعبها هذا الجيل راجع موقع التاريخ الشيخ الشيخ معلش يعني صور من نائب رئيس علماء أهل السنة صور من حياة الصحابة كان مؤثر الرحمن رافة الباش غير جيل كامل اي والله ليته يعود تأثير عظيم جدا وأنا كنت قلت له ودرسني 1406 في السنة التي توفي فيها رحمه الله فقلت له في جامعة الإمام كلية اللغة العربية كان درسنا الأدب الإسلامي في الرياض أنا درست في الشريعة في الأحساء لكن السنة التمهيدية الماجستير في الرياض وهو درسنا كتابه الأدب الإسلامي فقلت له دكتور لماذا لا تكتب في تابع التابعين أنت كتبت في الصحابة والتابعين قال أنا أديت ما علي وهذه على جيلكم المسيرة إن شاء الله صحيح. نعم معانكم الله الله يجزيكم خيرا يرفع قدركم بالمناسبة شيخ محمد في مطبوع مما يعني سجلته
يعني سينزل من التاريخ المعاصر. شو اسمه عظماء منسيون من التاريخ الحديث. جميل. مجاهدون منسيون في التاريخ الحديث أيضا. طبعت هذه. أي طبعت. جميل. الله يجزيكم خير. الله يكتب لك الله خير. هذا رمز بسيط لكم. الله يسعدك. تفضل محمد اكرم اقترب اذا اذيت لنا شيخنا قليلا حتى نطلع كلنا بالصوره. الله يسعدك من الصوره. الله يرحمك. نحن بالعكس والله سعداء. الله يجزيكم خير. الله يعطيك العافيه. تسلم. هذا رمز. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. الصورة على الواتساب. والله خير. الله يسلمك. الليلة لا تنسى. لا ما يحتاج. الله يكتب لك. السلام عليكم. الله يجزيكم خير. الله يبارك فيك. هذا الظهر ضحك هذا. اي اكيد. ريحوا يا شباب.